السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا كل سنة وأنتم طيبين، إن شاء الله نكون عملنا كويس في الامتحان. أنا بس برجع أنبه إن إحنا يستحسن نبتدي بدري شوية، علشان أنتم عارفين إحنا بنمشي بمعدل محاضرتين في الأسبوع، فلو ما كانوش أطول شوية مش هنلحق نخلص. فيعني الحمد لله قدرنا نخلص الترم الاولاني، انما برضه لازم نكون على احتياط اكتر، ويا ريت نحاول نكون موجودين 7 إلا ربع ان شاء الله، وده هيبقى اسهل مع الوقت لان الشروق يعني ابتدى يتاخر، فالشروق بقى بدري شويه يعني، بحيث انه ممكن نيجي بدري شويه. طيب هنبتدي من الحقيقه النهارده في موضوع مهم جدا وانترستنج الى حد كبير، لانه له كلينيكال امبليكيشنز كتيره، اللي هو انسولين اند دايابيتس. طبعا انسولين ودايابيتس ار فيري كلوزلي اند انتيميتلي ريليتد، فدايما بنقولهم مع بعض، لان نقص الانسولين زي ما احنا عارفين هو الاساس في الدايابيتس. الانسولين زي ما خدنا السنه اللي فاتت از بروتين هرمون و سيكريتد باي ذا بي سيلز اوف ايلتس اوف لانجرهانز اوف ذا بانكرياس. عارفين البانكرياتيك ايلت سيلز تشمل الاي سيلز والبي سيلز والسي سيلز، زمان كنا بنسميهم الالفا والبيتا سيلز، لا دلوقتي بنسميهم اي وبي، علشان الجرانيولز هم اللي بنسميهم الفا جرانيولز وبيتا جرانيولز اللي موجوده داخل السيلز. فالانسولين ستورد ان ذا بيتا جرانيولز اوف ذا بي سيلز. اوكي؟ طبعا اتس بروتين هرمون وهو ستورد ان ذا فورم اوف كريستالز كونتيننج زنك. بس بنتاكد من دلوقتي ان الزنك از نوت امبورتنت فور ذا اكشن اوف انسولين. امال important for ايه؟ for storage of insulin. مهم لتخزين الانسولين وليس لعمل الانسولين. اوكي؟ الانسولين بقول بيتخزن على هيئه كريستالز، كل زنك اتوم بتمسك في 6 انسولين مولكيولز ويعملوا مع بعض الكومبلكس اللي هو بيحصل له بعد كده كريستاليزيشن، وبيتخزن في البي سيلز. البيتا جرانيولز اوف ذا بي سيلز. الانسولين مكون من 2 بوليبيبتايد تشينز، اي تشين مكونه من 21 امينو اسيد، وبي تشين مكونه من 30 امينو اسيد. الشكل اللي هنا ده شكل البرو انسولين مش شكل الانسولين. الجزء الابيض ده هو الجزء الزياده اللي هيتشال عشان نحول البرو انسولين الى انسولين. الجزء الزياده ده فيه 35 امينو اسيد بنسميه كونكتنج بيبتايد. ليه؟ لانه بيعمل كونكشن بين الاي تشين اللي هي دي اللي هي الصغيره اللي هي فيها 21 امينو اسيد، وبين البي تشين اللي هي دي اللي هي التشين الكبيره اللي فيها 30 امينو اسيد. اوكي؟ هو موجود في الوسط عشان كده اسمه كونكتنج بيبتايد. ده ما بنشيله بنشيل 2 امينو اسيدز من هنا واتنين من هنا، يبقى شلنا 4، يبقى فاضل كام من ال 35؟ يبقى فاضل 31. ال 31 دول اسمهم سي بيبتايد، فما تلخبطوش بين الكونكتنج بيبتايد والسي بيبتايد. السي بيبتايد عباره عن جزء من الكونكتنج بيبتايد. الكونكتنج بيبتايد فيه 35 امينو اسيد، انما السي بيبتايد فيه 31 امينو اسيد بس، وفاضل 4. بقول كانوا 2 الناحيه دي و2 الناحيه دي، والاثنين الزياده زي ما احنا شايفين بيسك امينو اسيد ارجينين ولايسين الناحيه دي، واثنين ارجينين الناحيه الثانيه، فدول اللي بيشيلهم تريبسن لايك انزايم. دول اللي بيشيلهم تريبسن لايك انزايم، يشيل 2 من هنا و2 من هنا زي ما بقول، ويتفضل بقى 21 اللي هم الاي تشين و30 اللي هم بي تشين،
وهما الاثنين interconnected together زي ما احنا شايفين. interconnected ازاي؟ interconnected by two disulfide bonds بين سيستين نمرة سبعة في الـ A chain ونمرة سبعة في الـ B chain، وبين سيستين نمرة 20 في الـ A chain مع 19 في الـ B chain. اوكي؟ 20 في الـ A chain مع 19 في الـ B chain، كل واحد منهم كان سيستين في الأول، دلوقتي شبكناهم مع بعض أصبحوا سيستين، وكذلك سبعة مع سبعة. اوكي؟ التو دايسلفايد بوندز دول بنسميهم انتر تشين. انتر تشين يعني ايه؟ يعني between the two chains. هل في other disulfide bonds في الانسولين؟ ايوه، في واحده زياده، انما مش connecting the two chains بقى المره دي، امال ايه؟ It is an intra chain، مش inter chain، intra chain، يعني داخليه في chain A بين 6 و 11. 6 برضه 60 و 11 60، هنشيل من كل واحده هيدروجين ونشبكهم مع بعض ويعملوا 60 intra chain disulfide bond. اوكي؟ حد عنده سؤال في الستراكشر اوف انسولين؟ No question؟ طيب. الانسولين بيتصنع الاول مش از برو انسولين، حاجه قبليه كمان اسمها بري برو انسولين. ايه الفرق يا اولاد بين البري برو انسولين اللي هو فيه 109 امينو اسيد، وبين البرو انسولين اللي احنا شفناه من شويه وفي 86 امينو اسيد؟ الفرق 23 امينو اسيد. دول موجودين فين بقى؟ موجودين عند الامينو ان، وبنسميهم ليدر سيكونس او ليدنج سيكونس او ليدنج بيبتايد او سيجنال بيبتايد. كل دول بيطلقوا على الحته الزياده اللي هتتشال كمان شويه اللي هو عند الامينو اسيد. اوكي؟ بتتشال امتى؟ اما البري برو انسولين يعدي من الاندوبلازم كريتيك. هو طبعا بيتصنع فين؟ فين البري برو انسولين؟ الريبوسوم زي كل البروتينز، وده سكريتوري بروتين هيبقى سكريتد، وبالتالي بيتصنع على اي نوع من الريبوسومز؟ على الاتاتشن للاندوبلازميك ريتيكولم اللي هي الرف اندوبلازميك ريتيكولم. وبالتالي البيبتايد شين اول ما تطلع تروح معديه من الاندوبلازميك ريتيكولم على طول. بتعدي بايه يا ترى؟ بالامينو اند ولا بالكربوكسيل اند؟ ليه بالامينو اند؟ مش عشان في سيجنال بيبتايد، لان دي اللي بتتبني الاول. لو كنا فاكرين من السنه اللي فاتت الامينو اند هي اللي بتتبني الاول، انا ببتدي دايما بالامينو اند. ها؟ انما طبعا كمان علشان فيها مجموعه من الامينو اسيدز بتساعد على الخروج من الاندوبلازم كريتيكولم. مين يا ترى الامينو اسيدز اللي تساعد على الخروج من الاندوبلازم كريتيكولم؟ الهيدروفيليك ولا الهيدروفوبيك امينو اسيدز؟ لازم تكون هيدروفوبيك، لان الاندوبلازم كريتيكولم دي ايه؟ زي السيل ميمبرينز الاخرى، يعني ليبيد باي لاير. ها؟ وفعلا هذا الليدنج سيكونس بيبقى ريتش ان هيدروفوبيك امينو اسيدز، وده اللي بيسهل خروجه من الاندوبلازم كريتيكولم. ليه بقى بنسميه ليدر سيكونس او ليدنج سيكونس او ليدنج بيبتايد او سيجنال بيبتايد؟ ليدنج يعني ايه؟ يعني هو اللي ماشي في المقدمة. ها؟ ليدنج الليدر، مين هو الليدر؟ اللي هو بيمشي الناس، اللي هو بيمشي قدامهم وبيوريهم الطريق فين. ده الليدر، مش كده؟ فده اسمه ليدنج سيكونس because it leads the peptide chain through the endoplasmic reticulum. هو اللي بيوجه البيبتايد شين ناحية الاندوبلازم ريتيكولم ويعديها من الاندوبلازم ريتيكولم. وهي معدية بقى هنقطع أول 23 أمينو أسيد ويتفضل عندي بقى البرو انسولين. يبقى كده حولت البري برو انسولين إلى برو انسولين. وأنا بعدي من الاندوبلازم ريتيكولم بإنزيم مخصوص موجود في الاندوبلازم ريتيكولم بيفك أول 23 أمينو أسيد.
ويتفضل لي 86 اللي هو البرو انسولين، اللي هو زي ما قلنا قبل كده مكون من A chain و B chain و connecting peptides. A chain 21 و B chain 30، ادي 51 وكمان 35 اللي هو الكونكتنج بيبتايد، يبقى التوتال 86. وكونكتد زي ما قلنا قبل كده بالدايسلفايد بونز اللي قلناهم قبل كده. اوكي؟ وبعد كده يحصل ايه بقى في الجولجي ابريتس؟ السي بيبتايد يتشال ببيبتيديز انزيم مخصوص شبيه بالتريبسين، لانه بيفك البيسك امينو اسيدز اللي على الاطراف زي ما قلنا قبل كده. فبيشيل السي بيبتايد 31 امينو اسيد زائد 4 امينو اسيدز كمان، يبقى شلنا كده الكونكتنج بيبتايد كله على بعضه، ويتفضل لي الاي والبي تشينز شابكين مع بعض زي ما قلنا قبل كده وعاملين الانسولين مولكيول. اوكي، الانسولين والسي بيبتايد بعد كده هيتخزنوا في البيتا جرانيول زي ما قلنا اللي موجوده في البي سيلز اوف ايلتس اوف لانجر هاندز اوف ذا بانكريس، هيتخزنوا هناك. When needed they are secreted. هما الاثنين secreted مع بعض، السي بيبتايد والانسولين، مع قليل من البرو انسولين. مع قليل من البرو انسولين. Now mostly insulin and C-peptide. Secreted طبعا in equimolar quantities. يعني ايه equimolar quantities؟ يعني عدد المولكيولز دول قد دول. ليه؟ لأن كل برو انسولين بيتقسم إلى ايه؟ إلى انسولين وC-peptide. يبقى دايما في عدد متساوي من المولكيولز. مش طبعا مش عدد متساوي من الوزن، إنما عدد متساوي من المولكيولز. وبالتالي في هنا نقطة مهمة بقى. لو واحد دايابيتك وأنا عاوز أعرف هل البنكرياس بتاعه بيفرز أنسولين ولا ما بيفرزش؟ ها؟ وهذا الشخص بياخد أنسولين. أعمل إيه؟ هل أقيس الأنسولين ولا أقيس السي بيبتايد؟ السي بيبتايد. ليه بقى؟ لأن لو قلت لو قست الأنسولين ممكن أقيس الأنسولين أنا بديهوله. انما لما اقيس السي بيبتايد انا ضامن ان ده يعادل الانسولين اللي هو بيفرزه. بس. فاحنا دايما بنفضل نقيس السي بيبتايد في الناس دول عشان نتاكد ان اللي بيفرز ده جاي من البنكرياس مش اللي انا بعمل له انجكشن. اوكي؟ يمكن الكلام ده تكونوا خدتوه في الفيزيولوجي. مش انتوا خدتوا الانسولين في الفيزيولوجي؟ لسه ما خدتوش؟ اوكي، هتاخدوه ان شاء الله. طيب. الانسولين احنا بنعبر عنه او عن كميته باليونتس. ليه يا ترى؟ دي حاجه قديمه جدا. كثير من المواد زمان اللي احنا ما نقدرش نقيسها بالوزن. ليه؟ لانها كميتها ضئيله جدا في جسمنا. بنقيسها بالوحدات. ايه الوحدات دي؟ الوحدات هو الاثر البيولوجي للماده اللي انا عاوز اقيسها. ما انا يهمني ايه في الماده اللي عاوز اقيسها؟ البيولوجيكال افكت، مش كده؟ فهذا البيولوجيكال افكت ده هو اللي انا هعبر عنه باليونت من الماده. يعني على سبيل المثال ايه البيولوجيكال افكت بتاع الانسولين اللي هعبر عنه بانه 1 يونت؟ قالوا هنعمل الاتي، هنجيب رابت وزنه 2 كيلو، رابت طبيعي وزنه 2 كيلو، وقيس البلاد شوجر بتاعه. ودايما الرابط البلاد شوجر بتاعه الفاستنج بلاد شوجر بتاعه بيبقى 120 مللي جرام بير ديسيليتر، اعلى مننا شويه. اوكي؟ وادي له كميه من الانسولين. لو الانسولين ده وطى البلاد شوجر من 120 الى 45 يبقى الانسولين اللي انا اديته ده يعتبر 1 يونت اوف انسولين. اوكي؟ ما حدش يحفظ الكلام ده، مش عاوزين نحفظه. بس انا عاوز افهمكم ايه المقصود بكلمه يونت. اليونت دي كانت بتستعمل زمان في كثير من الهرمونات وما زالت مستعمله، بالرغم ان دلوقتي الانسولين احنا عارفين ان ال1 يونت تعادل 35 مايكروغرام. يعني ممكن من دلوقتي انا اقول انا هدي لك مثلا 70 مايكروغرام، يعني هدي لك 2 يونت صبر. ها؟ اند سو فورث. اوكي؟
هديك 140 مايكروغرام. يعني ايه؟ يعني 40 اونص. لا احنا ما بنستعملش بقى بالمايكروغرام، ما زلنا بنستعمل النظام القديم اللي هو اليونتس ده. اقول البيشنت ده انا هديله مثلا 10 يونتس اوف انسولين علشان اصلح الدايابيتس بتاعه، او هديله 20 يونت او 50 يونت حسب كل واحد الريكوايرمنت بتاعه قد ايه. فاحنا بنعبر، ما زلنا بنعبر عن الانسولين باليونتس، بالرغم ان دلوقتي نعرف اليونت تعادل قد ايه. كثير بقى من الهرمونات ما زلنا بنعبر عنها باليونتس، سواء اف اس اتش او ال اتش او برولاكتين، كل دول بنعبر عنهم باليونتس. ايوه مظبوط مظبوط. اليونت الواحده من الانسولين لو اديها لرابت وزنه 2 كيلو توطي البلاد شوجر بتاعه من 120 الى 45. ده تعريف اليونت. بس بقول ما يلزمش نحفظ الكلام ده على اي حال. بس انا بس عاوز اعبر لكم او افهمكم ايه موضوع اليونتس ده. حتى الفيتامين زمان في حاجات ما باليونت، يمكن الى الان بعضهم ما زال باليونت، انما دلوقتي لا، معظمهم قلبوا بالميلي جرامز او بالمايكرو جرامز. اوكي طيب، الجسم بيفرز يوميا حوالي 50 يونت من الانسولين، وبيخزن عنده باستمرار حوالي 250 يونت. يعني خزين الانسولين اللي عندك انت ما بتفرزوش كله يوميا، انت بتفرز خمسه بس يوميا، حوالي 50 يونت بير داي. طبعا كميه الانسولين اللي انت بتفرزها تعتمد على ايه تفتكروا؟ الكربوهيدرات انتيك. فاذا ال 50 دي مش ثابته، لو كنت باكل كربوهيدرات اقل هفرز انسولين اقل، لو كنت باكل كربوهيدرات اكتر هفرز انسولين اكتر. انما في المتوسط، بقول متوسط الناس بيفرز او يلزمه 50 يونتس اوف انسولين بير داي. مين اهم ستيمولس فور انسولين سكريشن؟ اهم ستيمولس هي الجلوكوز. الجلوكوز هو الموست بوتنت ستيمولس فور انسولين سكريشن. ويبتدي الانسولين يفرز اذا زاد البلد جلوكوز عن 70، ويوصل للماكسيمم بتاعه اما يوصل البلد جلوكوز الى من 300 ل 500. يبقى في الحاله دي انا بفرز الماكسيمم اماونت اوف انسولين. طيب ايه الميكانيزم؟ الحقيقه في كثير من السنوات كنا بنلغي الميكانيزم اوف انسولين سكريشن. ازاي الانسولين بيتفرز؟ انا هقولها طبعا على اي حال، لان انا ما اعرفش السنه دي هتاخدوها ولا مش هتاخدوها، انما معظم السنوات اللي فاتت كنا بنلغي الميكانيزم اوف انسولين سكريشن. بصفه عامه معظم الهرمونات مين اللي بيزود السكريشن بتاعها؟ تعرفوا؟ الكالسيوم. الكالسيوم لما يزيد الكالسيوم داخل الخليه ده اللي بيزود افراز الهرمونات. معظم الهرمونات بتفرز نتيجه زياده الكالسيوم داخل الخليه. المهم هنا ازاي الكالسيوم يزيد؟ ايه الميكانيزم اللي بيخلي الكالسيوم يزيد داخل الخليه وعشان كده يفرز الانسولين؟ الجلوكوز لما يخش جوه الخليه اولا هيبقى ميتابولايزد. الخليه اللي هي ايه؟ اللي هي البي سيلز، مش كده؟ البي سيلز دول بيعتمدوا على ايه في ادخال الجلوكوز؟ اولا نفتكر الكلام بتاع زمان، ترانسبورتر. مين اللي هو نمره كام؟ نمره 2، جلوكوز ترانسبورتر 2. قلنا ده موجود فين تاني؟ في الانتستنز وفي الليفر، مش كده؟ كويس. فبداية الجلوكوز لما يزيد في الدم هيبتدي الجلوكوز ترانسبورتر 2 يدخله جوه البي سيل. طيب لما يخش الجلوكوز جوه البي سيل يحصل له على طول ميتابوليزم، ويساعد على انتاج الاي تي بي زي ما خدنا زمان، وبالتالي يزيد نسبة الاي تي بي للاي دي بي داخل الخلية. طيب اما يزيد الاي تي بي يحصل ايه؟ يأثر على ATP sensitive potassium channels. في potassium channels على البي سيلز، هذه البوتاسيوم channels sensitive to ATP. لو زاد الاي تي بي يحصل ايه للبوتاسيوم channels دي؟ تقفل البوتاسيوم channels.
طب البوتاسيوم شانلز لما تقفل يحصل ايه؟ يحصل depolarization of the plasma membrane، مش كده؟ السيل ميمبرين يحصل له depolarization نتيجة قفلان البوتاسيوم شانل، البوتاسيوم مش هيخرج، يحصل depolarization. طب وما يحصل depolarization في voltage gated calcium channels موجودين على السيل ميمبرين، دول يجرى لهم ايه؟ دول sensitive to voltage. اما يحصل depolarization يحصل ايه للكالسيوم شانلز دول؟ يفتحوا. يبقى البوتاسيوم شانلز تقفل والكالسيوم شانلز تفتح. وما تفتح الكالسيوم شانلز يحصل ايه؟ الكالسيوم يخش جوه الخليه، يبقى كده زودنا الانتراسيلولار كالسيوم. ده الانتراسيلولار كالسيوم هيزيد بطريقه اخرى كمان بالاضافه، ازاي؟ ان الكالسيوم اللي بيخش ده بينشط الفوسفوليبيس سي، فاكرين فوسفوليبيس سي اللي موجود على البلازما ممبرين ده؟ اما بيشتغل لما بيتنشط، احنا خدنا زمان ان احنا بننشطه بطرق اخرى، مش كده ولا ايه؟ زي الاسيتيلكولين مثلا بينشط هذا البوتاسيوم شانل، سوري بينشط الفوسفوليبيس سي. طيب اما يتنشط الفوسفوليبيس سي يعمل ايه؟ يكسر الفوسفوليبيد الى انوسيتول تريس فوسفيت وداي اسيل جليسرول، مش كده؟ والانوسيتول تريس فوسفيت يعمل ايه؟ يزود برضه ريليس اوف كالسيوم في داخل الخليه من الاندوبلازم كريتيكولم ومن الميتوكوندريا. يبقى الكالسيوم زاد بطريقتين، مبدئيا اما قفل البوتاسيوم شانل الفولتج جيت الكالسيوم شانلز فتحت دخلت الكالسيوم. ثانيا الكالسيوم لما دخل نشط الفوسفوليبيس سي وده طلع لي انوسيتول تريس فوسفيت، والانوسيتول تريس فوسفيت عمل ريليس اوف انتراسيلولار كالسيوم من الاندوبلازم كريتيكال. طيب وبعدين لما يزيد بقى الكالسيوم داخل داخل الخليه ده اللي هيساعد على افراز الانسولين من الخليه. يبقى كده عرفنا الميكانيزم اوف سكريشن. اوكي؟ سواء بقى علينا او مش علينا ابقوا شوفوا كده هتاخدوها في المحاضرة ولا لا. طيب هل في حاجات اخرى بتنظم افراز الانسولين غير الجلوكوز ليفل ان ذا بلاد؟ ايوه، الجاسترو انتستينال هرمونز اللي احنا قلنا انها بتساعد على افراز الانسولين، دي من اهمها طبعا زي ما قلنا الجلوكاجون لايف بيبتايد 1، وقلنا ده بيستعمل دلوقتي فعلا في علاج الدايابيتس، بيساعد اللي هو جي ال بي 1 جلوكاجون لايف بيبتايد 1، والجاستريك انهبيتوري بيبتايد جي اي بي، وكمان هنزود عليهم الكوليسيستوكاينين ده تاثيره اقل شويه. الاثنين الاولانيين اهم، هنا برضه كوليسيستوكاينين كمان بيساعد على افراز الانسولين. كمان سيرتن امينو اسيدز بيساعدوا على افراز الانسولين. هو عموما الامينو اسيدز بتزود، انا بالذات مين اكتر امينو اسيدز بيزود؟ اللوسين والارجينين. اللوسين والارجينين بالذات اكتر امينو اسيدز بتساعد على افراز الانسولين. تفتكروا ده ريليتد ليه؟ ليه ترى الامينو اسيدز تساعد على افراز الانسولين؟ لأن الإنسولين مهم عشان البروتين ميتابوليزم، مهم عشان الأمينو أسيد ميتابوليزم، مهم عشان الأنابوليك إفكت بتاعه بيساعد على زيادة إنتاج البروتينات، زيادة تصنيع البروتينات. فإذا وجود الأمينو أسيد بيدي فرصة للإنسولين إنه يزيد علشان يساعد على بناء البروتينات. الابينفرين بقى انهبتس انسولين سكريشن عن طريق الالفا افكت بتاعه، ده بيوقف الانسولين سكريشن. اوكي؟ ايفن اذا كان الجلوكوز موجود، يعني حتى لو الجلوكوز موجود تو ستيميليت انسولين، لو في ابينفرين عن طريق الالفا افكت بتاعه يقلل الانسولين سكريشن. وده يفسر ان الابينفرين لما يزيد في الدم لمده طويله يعمل دايابيتس. Continual exposure of the body to epinephrine is diabetogenic.
اوكي. طيب كمان certain pharmacological agents او drugs can stimulate insulin secretion. من اهمهم السلفونيليوريا جروب اوف دراجز. سلفونيليوريا جروب اوف دراجز دول لهم ريسبتور موجود على السيل ممبرين بيعمل اثر زي الجلوكوز، يعني برضه بيقفل البوتاسيوم شانل. ها؟ اما الريسبتور بتاع السلفونيليوريا ده اللي على البلازما ممبرين بتاع البي سيلز يتعرض للسلفونيليوريا ويتحد معاها يقفل لي البوتاسيوم شانل ويؤدي الى نفس التاثيرات بتاعه الجلوكوز. وبالتالي من اهم الادويه دلوقتي المستعمله لعلاج الدايابيتس هم السلفونيليوريا جروب اوف دراجز. هي السلفونيليوريا ده واحد منهم. اوكي، حد عنده سؤال في الانسولين سكريشن يا ولاد؟ الهايبوكاليميا. اوكي، الهايبوكاليميا تأثيرها زي ما تكون قفلت البوتاسيوم شانل. بالظبط. الانسولين بيعمل هايبوكاليميا لأنه بيدخل البوتاسيوم داخل الخلايا. بيساعد على الأبتيك اوف بوتاسيوم باي سيلز. الإيه الإيه؟ بيتا سيل. أيوه. ايش معنى ليه بتسال السؤال ده اولا؟ لو الفاستنج ما انا هزود الاي تي بي برضه. الايه؟ الفاستنج اللي هي بتاعت بيتا اوكسيديشن ما انا هزود الاي تي بي. كويس. هعمل نفس الفكره، هقفل البوتاسيوم جيت وهعمل عظيم جدا. طبعا البي سيلز موستلي بتعتمد على الجلوكوز از سورس اوف مش على الفاتي اسيدز. فالجلوكوز بالذات هو اللي بيزود اكتر الاي تي بي برودكشن ان ذا بي سيلز. Okay, they are mostly dependent on glucose. كويس. طيب بعد كده هنتكلم على الكاتابوليزم of insulin. The half-life of insulin is about 5 minutes. يعني ايه half-life يا ولاد؟ ايه المقصود ب half-life؟ يعني لو قلت الانسولين دلوقتي بعد قد ايه ينزل تركيز الانسولين الى النص؟ طبعا ده باعتبار ان مفيش افراز انسولين جديد. لو في افراز انسولين جديد لخبط لي القصه خالص. ها؟ انا بقول لو انا ما عنديش انسولين سكريشن وعندي كميه معينه من الانسولين في الدم، بعد قد ايه كميه الانسولين دي توصل الى النص؟ هو ده اللي اسمه الهاف لايف. ها؟ الهاف لايف بتاع الانسولين حوالي 5 دقائق. في 5 دقائق الانسولين بيقل الى النص في الدم. اوكي؟ اما يعدي الانسولين من الليفر تقريبا 50% من الانسولين از ريموف باي ا سنجل باس، مجرد يعدي الدم في الليفر وهو معدي نص الانسولين هيتشال من الدم. طيب كيف يتخلص الجسم من الانسولين؟ هو مبدئيا الانسولين لما بيمتحد مع الريسبتور بتاعه، هنشوف دلوقتي الريسبتور ده بيعمل ايه بالظبط، بيخش جوه الخليه وهناك بعد كده بيتكسر. بيتكسر ازاي؟ على حسب. في الليفر والكدني والبلاسنتا في بروتيز مخصوص يتعرف على الانسولين ويكسره الى امينو اسيد. انما في الليفر بالذات في انزيم اخر اسرع من دول، اسرع من السبيسيفيك بروتيز ده اللي موجود في الليفر والكيدني والبلاسنتا. هذا الانزيم اللي موجود في الليفر، اللي هو موجود في الليفر وبس، اسمه جلوتاثيون انسولين ترانز هيدروجينيز. من اسمه كده نتوقع بيعمل ايه؟ بين الهيدروجين من الجلوتاثيون الى الانسولين، عشان كده سميناه جلوتاثيون انسولين ترانز هيدروجينيز. طيب عشان نفك الاي تشين من البي تشين محتاجين كم هيدروجين؟ ها؟ 4. مش دول، مش عندي 2 دايسلفايد بوند؟ كل دايسلفايد بوند عاوزه كم هيدروجين؟ 2، مش كده؟ يبقى احنا عاوزين كم هيدروجين؟ 4. يبقى عاوزين كم جلوتاثيون موليكيول؟ 2 4 جلوتاثيون موليكيولز.
عاوزين 4 جلوتاثيون، لأن كل جلوتاثيون مولكيول بيديني 1 هيدروجين، يبقى عاوزين 4 جلوتاثيون مولكيول. دول يتحولوا إلى إيه؟ طبعًا ده بسميه إيه هذا الجلوتاثيون؟ بسميه ريديوسد جلوتاثيون، لأنه شايل هيدروجين. أما أشيل منه الهيدروجين كل 2 يمسكوا مع بعض، وبالتالي يديني 2 جي اس اس جي، 2 اوكسيدايزد جلوتاثيون. يعني انا ببتدي باربعه ريديوس جلوتاثيون، اخد منهم 4 هيدروجين اتومز واحولهم الى 2 اوكسيدايزد جلوتاثيون، والاربعه هيدروجين اتومز هم اللي هيفكوا الاي تشين من البي تشين. وبعد ما فكناهم يجي بقى بروتيوليتيك انزيم نون سبيسيفيك يبتدي يكسر البيبتايد تشينز ويحولهم الى امينو. اوكي طيب، ايه الميكانيزم اوف اكشن اوف انسولين؟ زي كل الهرمون طبعا، في اختلافات بس في مبدا. كل الهرمونز بيشتغلوا ازاي؟ بيتحدوا مع ريسبتور. كل الهرمونز لازم تتحد مع ريسبتور. احيانا الريسبتور ده زي ما احنا عارفين يكون على سطح الخليه، على البلازما ممبرين سيرفيس ريسبتور، واحيانا يكون داخل الخليه انترا سيلولار ريسبتور، مش كده؟ ايه امثله على هرمونز بتشتغل ثرو ان انترا سيلولار ريسبتور؟ ثايرويد هرمونز مظبوط، وكل الاستيرويد هرمونز بانواعها المختلفه، سواء جلوكوكورتيكويد، مينرالوكورتيكويد، بروجستيرون، استروجينز، اندروجينز، كل دول الريسبتور بتاعهم داخل الخليه انترا سيلولار ريسبتور. اوكي كويس. واكتف فيتامين اي اللي هو ريتينويك اسيد ده يعتبر دلوقتي هرمون، ولانه بيشتغل بنفس الطريقه عن طريق برضو انترا سيلولار ريسبتور. كل دول بيشتغلوا بانترا سيلولار ريسبتور. تقريبا كل الهرمونز الاخرى بتشتغل عن طريق ريسبتور موجود على البلازما ممبرين. وخدنا قبل كده طبعا الجلوكاجون الريسبتور بتاعه على البلازما ممبرين، مش كده؟ وخدنا الابينفرين كمان الريسبتور بتاعه على البلازما ممبرين. وكل البروتين هرمونز والبيبتايد هرمونز الريسبتور بتاعهم على البلازما ممبرين. لان البروتينات ما بتعديش من البلازما ممبرين، فلازم الريسبتور بتاعهم يكون من بره. اوكي؟ صحيح الابينفرين ممكن يعدي من الممبرين، انما الريسبتور بتاعه برضه بره. اوكي؟ زي ما درسنا قبل كده. طيب ايه هو الانسولين ريسبتور بقى ده؟ ايه تركيبته يا ترى؟ ادي الليبيد باي لاير بتاع البلازما ممبرين. وادي الانسولين ريسبتور. عباره عن تو ايدنتيكال سمول اكسترا سيلولار الفا تشينز. وتو لارج ترانس ممبرين بيتا تشينز. لان الالفا تشينز صغيرين وموجودين خارج الخليه. البيتا تشينز كبار وبيعبروا خلال الممبرين بحيث لهم اكسترا سيلولار بارت جزء خارج الخليه وده اللي ماسك في الالفا تشينز، وانترا سيلولار بارت ده موجود في داخل الخليه، وترانس ممبرين بارت جزء بيعدي من الممبرين. دول 2 بيتا تشينز كبار زي ما قلنا، و2 الفا تشينز صغيرين، والاربعه مشبكين مع بعض عن طريق ايه؟ دايسلفايد بونز. دايسلفايد بونز هي اللي مشبكه الاربعه بيبتايد تشينز مع بعض. اوكي؟ الالفا تشينز هم اللي بيمسكوا في الانسولين، لان زي ما قلنا الانسولين بيفضل بره اساسا. فبيمسك هنا في الالفا تشين. وبعدين اما يمسك الانسولين في الالفا تشين ياثر على البيتا تشين. يعمل فيها ايه بقى يا ترى؟ يحصل لها اوتو فوسفوريليشن. اوتو فوسفوريليشن. يعني it becomes phosphorylated. طب الفوسفوريليتد يحصل على مين يا ترى؟ طبعا على واحد من الايه؟ امينو اسيدز، ضروري واحد من الامينو اسيدز، ما ده بروتين. مش كده؟ مين يا ترى؟ هل هو السيرين ولا الثريونين ولا التيروسين؟ هو التيروسين. التيروسين.
ده طبعا غير لو كنا فاكرين الفوسفوريليز الاكتيف فوسفوريليز وزي جلايكوجين سينثيز كان الفوسفوريليشن بيحصل على الايه سيرين ثريونين. انما هنا بالنسبه للهرمون ريسبتور ده الفوسفوريليشن بيحصل على التيروسين. على التيروسين كويس. يحصل اوتو فوسفوريليشن بقى. ليه بقول عليها اوتو فوسفوريليشن؟ لان هي اللي بتعمل لنفسها فوسفوريليشن. البيتا تشين هي اللي بتعمل لنفسها فوسفوريليشن على التيروسين ريزبتور. وبالتالي يبقى لها هي اخرى. طبعا الاكشن ده يعتبر ايه؟ يعتبر بروتين تيروسين كاينيز اكتيفيتي. يعني ايه؟ ليه بقول بروتين؟ ليه انا كان ممكن اقول تيروسين كاينيز وبس، مش كده؟ ليه؟ اولا كاينيز يعني ايه؟ يعني بيدي فوسفيت لحاجه. جلوكوكاينيز يبقى يدي فوسفيت للجلوكوز. فركتوكاينيز يدي فوسفيت للفركتوز. بروتين كاينيز يبقى يدي فوسفيت لمين؟ للبروتين. فده يعتبر طبعا بروتين كاينيز. اوكي؟ وفي نفس الوقت الكاينيز اكتيفيتي بتحصل على مين؟ على التيروسين. فعشان كده بنسميها تيروسين كاينيز. وانا بفضل بروتين تيروسين كاينيز، ولو ان كتير بنستعمل كلمه تيروسين كاينيز ونسكت، انما بفضل نستعمل بروتين تيروسين كاينيز. ليه بقى؟ لان هل انا ممكن اعمل فوسفوريليشن للتيروسين اللي سايب ما هوش ماسك في حاجه؟ لا، لازم يكون التيروسين جزء من بروتين. لازم يكون جزء من بروتين. فعشان كده بنفضل التعبير بروتين تيروسين كاينيز عن تيروسين كاينيز. والكلام ده الحقيقه سمعنا عنه من السنه اللي فاتت. اوكي؟ طيب وبعدين حصل فوسفوريليشن للتيروسين ريزيديوز اللي موجوده على البيتا سابيونت اللي بقول بنسميها اوتو فوسفوريليشن لان البيتا سابيونت هي عملت فوسفوريليشن لنفسها. اوكي؟ وده بقول يؤدي الى ايه؟ ان اصبح ليها بروتين تيروسين كاينيز اكتيفيتي البيتا سب يونت تقدر تعمل فوسفوريليشن لحاجات ثانيه. طب الحاجات الثانيه اللي هعمل لها فوسفوريليشن هسميها ايه؟ هنسميها انسولين ريسبتور سبستريت. ليه هسميها انسولين ريسبتور سبستريت؟ لان مين اللي بيشتغل عليها؟ مين اللي بيعمل لها فوسفوريليشن؟ الانسولين ريسبتور. سوري الانسولين ريسبتور مش كده؟ البيتا سب يونت هي اللي بتعمل فوسفوريليشن لهذه السبستريتس. طبعا احنا عارفين سبستريت يعني ايه؟ الماده اللي بيشتغل عليها الانزيم. اوكي؟ مين الانزيم هنا؟ الانسولين ريسبتور. فاذا الماده اللي هيشتغل عليها الانسولين ريسبتور هنسميها انسولين ريسبتور سبستريت. It is a substrate for the insulin receptor. وبنختصرها IRS. IRS تاني يعني انسولين ريسبتور سبستريت. دي المواد الانسولين ريسبتور هيعمل لها ايه؟ فوسفوريليشن. بايه؟ بالبروتين تيروسين كاينيز اكتيفيتي بتاعته. بعد ما هو حصل له اوتو فوسفوريليشن نتيجه اتحاده بالانسولين. واضح الكلام؟ طيب انا عندي كام نوع يا ترى من الانسولين ريسبتور سبستريت؟ في كام ماده هيشتغل عليها هذا الانسولين ريسبتور؟ اتليست في اربعه بنسميهم IRS1 IRS2 IRS3 IRS4. اتليست عندي اربعه انسولين ريسبتور سبستريتس. اوكي؟ دول هيبقوا فوسفوريليتد. واما يبقى فوسفوريليتد بقى يكملوا الاكشن بتاع الانسولين. يكملوا السيجنال بتاعتي اللي هو الانسولين ادت الى تغيرات بداية من phosphorylation of the receptor itself وبعدين phosphorylation of substrates for the receptor وبعدين في بقى cascade of effects بتشمل حاجات كتير تفصيلات كتير غير مطلوبة منه. اوكي؟ انا هدي هنا مثال ولو ان التفصيل غير مطلوب. الانسولين ريسبتور سبستريت نمرة واحد بيتحد مع كده بعد كده مع جروث ريسبتور بايندنج بروتين 2. خدوا بالكم الانسولين له بروتين انابوليك افكت
وله growth promoting effects. فهو بيتحد مع growth receptor binding protein 2 وده ينشط سيرين سيرينين كينيز. المرة دي بقى مش تيروسين كينيز. ينشط الميتوجين اكتيفيتد بروتين كينيز اللي هو الماب كينيز. وبعدين ده هيساعد على الدي ان اي سينثيسيز وعلى الار ان اي سينثيسيز يعني ترانسكريبشن. اما ساعد على الدي ان اي سينثيسيز بزود السيل بروليفريشن. ايوه فعلا الانسولين له سيل بروليفريتنج افكت. واما زود الار ان اي سينثيسيز هساعد على البروتين سينثيسيز اند سيل ديفرنشيشن. اوكي التفصيل بقول غير مطلوب، غير مطلوب التفصيل. ايوه هو انا على اي اساس يا دكتور يعني بختار ان انا اعمل فوسفوريليشن للتيروزين اعمل فوسفوريليشن للتين يعني؟ مش انا اللي بختار طبعا. انت يعني اللي بيختار هو اللي بيشتغل. مين اللي بيشتغل هنا؟ الانسولين ريسبتور مش كده؟ فالانسولين ريسبتور اول حاجه يعمل اوتو فوسفوريليشن لنفسه، وبعدين هو بعد كده قادر على فوسفوريليشن اوف تيروسين اللي موجود في بروتينات معينه اللي هي موجوده فين؟ في الانسولين ريسبتور سبستريت. يعني في سبستريتس معينه يشتغل عليها زي ما تقولي جلوكوكينيز. هو انا بختار يشتغل على الجلوكوز ولا الفركتوز ولا المانوز؟ مش انا اللي بختار، هو اللي بيختار مش كده؟ الانزيم هو اللي بيختار. فهو هنا it is an enzyme actually. يعني الانسولين ريسبتور ده ما هو الا انزيم بس كان inactive قبل ما يحصل له اوتو فوسفوريليشن. بعد ما اتحد مع الانسولين بقى اكتف حصل له اوتو فوسفوريليشن، وما بقى اوتو فوسفوريليتد اصبح له تيروسين كينيز اكتيفيتي بروتين تيروسين كينيز اكتيفيتي. اوكي فمش انا اللي بختار، الماده هي اللي بتختار، هي اللي لها انزيماتيك اكتيفيتي بتختار السبستريت بتاعها. مفيش ليه هما كده مش لازم يكون عندنا، هو في عندنا أربعة معروفين، إنما محتمل إن في أنواع أخرى إحنا ما نعرفهاش. هو إيه إيه هو الإنسولين ريسبتور سبستريت ده؟ إيه كونه؟ إيه صنع إيه مكون من إيه؟ It is a protein. It is a protein. فعندي أربع أنواع من البروتينات يشتغل عليها الإنسولين ريسبتور. أوكي؟ أربعة سبستريتس يشتغل عليها الانسولين ريسبتور. نعم. دلوقتي هو الهاف لايف ده بيعتمد على كميه الانسولين الموجوده ولا لا؟ ما يعتمدش، عشان كده هو شيء شبه ثابت وعشان كده بنسميها هاف لايف. ما هو اذا كان بيعتمد على كميه الانسولين ما كانش يبقى ثابت وما كانش يبقى في حاجه اسمها هاف لايف. يعني لو عندي 20 مربيول و10 مربيول هم هيحصل لهم نفس يبقى لهم نفس هاف لايف؟ بالظبط. بالظبط كده. يعني هما الاثنين يقلوا للنص في زمن واحد خمس دقائق. افرض عندي مثلا 100 وحدة انسولين في الدم. بعد خمس دقائق الاقيهم كام؟ 50. بعد خمس دقائق كمان الاقيهم كام؟ 25 and so forth. اوكي؟ ودي حاجة common كمان to drugs. الأدوية برضه ليها هاف لايف. لا لا دايما الجسم بيكسره باستمرار. هل انت محتاج الانسولين يبقى دايما موجود في الدم عندك؟ لا طبعا. انت عاوزه امتى؟ اما يعلى البلد شوجر بس مش كده؟ او عندك امينو اسيدز كتير، اكلت بروتينات كتير، عندك امينو اسيدز كتير عاوز تعمل لهم ميتابوليزم. اوكي؟ انسولين ريسبتور سبستريت 2 انا مش هقول بقى التفصيلات دي هنا خالص ها عشان نختصر الوقت لان دي اكيد مش عليكم. انما انسولين ريسبتور سبستريت نمره 2 اما يحصل له فوسفوريليشن يعمل بقى برضه كاسكيد اوف ايفنتس تؤدي فاينالي الى ايه؟ الى ترانسلوكيشن اوف جلوكوز ترانسبورتر الى البلازما ممبرين.
الى اكتيفيشن اوف فوسفودايستريز وبروتين فوسفاتيز زي ما خدنا قبل كده في الميتابوليزم والى جين ترانسكريبشن. اوكي، دي كلها تاثيرات للانسولين ريسبتور سبستريت بعد كده، وتفصيلات الميكانيزم طبعا فيري كومبليكيتد، جزء منها معروف وجزء مش معروف وما يلزمش نعرفها على اي حاجه. انما اللي يلزم نعرفه او صح نفتكره مش نعرفه لان ده مش جديد علينا، الاكشن اوف انسولين على الكربوهيدرات وعلى الليبيد وعلى البروتين ميتابوليزم، كل ده طبعا خدناه قبل كده، ما فيهوش شيء جديد خالص، كله قديم. ها احنا مجرد بنعيده تاني، مجرد بنفتكره تاني. ليه؟ كمقدمه للدايابيتس. الانسولين بيعمل ايه في الجلوكوز؟ بيساعد على كل طرق استعمالات الجلوكوز، كل طرق استعمالات الجلوكوز اللي هي تشمل الابتيك، تشمل اوكسيديشن، تشمل جلايكوجينيسيس، تشمل ليبوجينيسيس، كل دول الانسولين بيزودهم. اوكي، ازاي بيساعد على الابتيك؟ زي ما قلنا زمان بانه بيزود الجلوكوز ترانسبورتر 4، بيوديه من داخل الخليه الى البلازما ممبرين، وبالتالي بيساعد على ادخال الجلوكوز زي ما قلنا في الماسلز، في الاديبوس تيشو، في الهارت. بيزود كمان الجلوكوكينيز في الليفر، والاثنين دول بيساعدوا على الابتيك الجلوكوز باي سيلز. بيساعد على اكسديشن الجلوكوز سواء باي جلايكوليسيز او بالهكسوز مونوفوسفيت باث واي او باستكمال الجلايكوليسيز اللي هو بايروفيت اكسديشن. بيساعد على تحويل الجلوكوز الى جلايكوجين، جلايكوجينيسيس. بيساعد على عن طريق طبعا تزويد نشاط الجلايكوجين سينتيز. بيساعد على الليبوجينيسيس، تحويل الجلوكوز الى فاتس. بانه بيزود تو انزيمز اللي هو اسيتيل كو اي كاربوكسيليز وفاتي اسيد سينتيز. وكل الاكشنز دي تفصيلاتها درست قبل كده في الكربوهيدرات ميتابوليزم. طيب مش بس بيزود على استهلاك الجلوكوز، كمان بيقلل انتاج الجلوكوز. هو كيف ننتج الجلوكوز في الجسم يا ترى؟ بطريقتين، بتكسير الجلايكوجين وببناء الجلوكوز من النون كاربوهيدرات فورس اللي هم جلايكوجينوليسيز والجلوكونيوجينيز. الانسولين بيقلل الجلايكوجينوليسيز بانه بيقلل نشاط الجلايكوجين فوسفوريليز، وبيقلل الجلوكونيوجينيسيز كذلك بانه يقلل اكتيفيتي اوف ميني انزيمز، بايروفيت كاربوكسيليز، فوسفوينو بايروفيت كاربوكسي كاينيز، فركتوز 6 بيس فوسفاتيز، فركتوز 6 بيس فوسفاتيز، وجلوكوز 6 فوسفاتيز. كل دول بيقلوا بالانسولين وبالتالي يقلل الجلوكونيوجينيز. يبقى هو بيزود استهلاك الجلوكوز، بيقلل انتاج الجلوكوز، يبقى الناتج العام ماركت هايبوغلايسيميا. ماركت هايبوغلايسيميا. طيب ايه تاثيره على الليبيد ميتابوليزم؟ اول حاجه بيزود الليبوجينيسيس زي ما خدنا برضو زمان في الليبيد ميتابوليزم، وزي ما قلنا من شويه بانه بيزود الاسيتيل كو اي كاربوكسيليز والفاتي اسيد سينتيز. بيقلل الليبوليسيس، بيقلل نشاط الهرمون سنسيتيف ليبيز. بيزود الكوليسترول سينثيسيس لانه بيزود ال HMG كو اي ريدكتيز الكي انزيمز اوف كوليسترول سينثيسيس. ها اما بيزود الليبوجينيسيس وبيقلل الليبوليسيس يؤدي الى ايه؟ انه يقلل الفري فاتي اسيدز في الدم، يعني بيقلل الكيتوجينيسيس. بالتالي كونه بيزود الجلايكوليسيس في الكربوهيدرات ميتابوليزم ويقلل الجلوكونيوجينيسيس يؤدي الى زياده الاوكسالو اسيتيت اللي هي بتساعد على الكيتوليسيس، يبقى كده كمان بيساعد على الكيتوليسيس. يعني بيقلل الكيتوجينيسيس وبيساعد على الكيتوليسيس. كمان زي ما قلنا قبل كده بيزود الكليرنس اوف كايلومايكرونز اند في ال دي ال بانه بيزود نشاط الليبوبروتين ليبيز زي ما خدنا زمان. ايه تاثيره على البروتين ميتابوليزم؟ بيزود الابتيك اوف امينو اسيدز باي تيشوز. دي طبعا احنا ما خدناش البروتين قبل كده، انما هو عموما بيزود الابتيك اوف امينو اسيدز باي تيشوز، وبالتالي له جنرال بروتين انابوليك افكت. بيزود كمان الام ار ان اي والبروتين سينثيسز في بعض التيشوز، وبالتالي بيزود تصنيع بعض الانزيمز.
وبيقلل ال mRNA والبروتين سينثيسيس بتاعت other enzymes. يعني بيزود انتاج بعض الانزيمز، واحنا خدنا امثله اهو من شويه. وبيقلل انتاج بعض الانزيمز. انما جنرالي له بروتين انابوليك افكت. ده التاثير العام على البروتين ميتابوليزم. كده احنا خلصنا الكلام عن الانسولين، ودي كلها كانت مقدمه للكلام عن الدايابيتس. دايابيتس ميليتس. اولا لازم نعرف يعني ايه دايابيتس. دايابيتس يعني دايابيتس يعني زياده افراز البول. زياده افراز البول اسمه دايابيتس. هل الدايابيتس معناه في سكر في البول؟ نو. لان في دايابيتس ميليتس، ده اللي فيه زياده سكر في البول، وفي دايابيتس انسيبيدس، ده ما فيهوش زيادة سكر في البول ولا حاجة. ده اللي هو نتيجة نقص الـ ADH، مش كده؟ وبالتالي بيزيد إنتاج البول بس بكميات كبيرة جدا، أكتر من الدايابيتس ميليتس، بس ما فيهوش سكر. فكلمة دايابيتس كتير في مخكم معناها على طول مرض السكر، لا مش شرط. ولو إن لو قلت دايابيتس وسكت، عادة أقصد دايابيتس ميليتس. يعني لو قلت الشخص ده دايابيتك، هل يا ترى اقصد اي نوع من الدايابيتس؟ لا، عاده اقصد دايابيتس ميليتس. اوكي؟ طيب الدايابيتس طبعا يعتبر سندروم، يعني مجموعه من الاعراض تشمل هايبر جلايسيميا. بدايه بيزيد الجلوكوز في الدم، ده يؤدي الى ايه؟ الى جلوكوسيوريا، ينزل جلوكوز في اليورين. والجلوكوز وهو نازل في اليورين باي اوسموتيك باور يزود حجم البول، يعمل بوليوريا اللي هي دايابيتس. وما يزيد حجم البول يقل السوائل في الجسم، يحصل دي هايدريشن، والشخص يبقى عطشان باستمرار وعاوز يشرب كتير، بوليديبسيا. بالاضافه في بوليفيجيا ولوس اوف ويت. كل دول اعراض للدايابيتس. هايبرغلايسيميا، جلوكوسيوريا، بوليوريا، بوليديبسيا، بوليفيجيا، اند ويت لوس. اوكي. الدايابيتس بنقسمها الى نوعين رئيسيين، انسولين ديفيشنسي اور ريزيستنس ذا نوع. وزياده في الانتي انسولين هرمونز ذا نوع ثاني. النوع اللي سببه انسولين ديفيشنسي اور ريزيستنس دول بنسميهم برايمري دايابيتس. النوع اللي سببه نقص في الانتي انسولين هرمونز بنسميه سكندري دايابيتس. طب نبدا بالانتي انسولين هرمونز ولانها اقل في الاهميه. مين هم اللي بيزيدوا ويعملوا دايابيتس؟ الكوشن سيندروم اللي هو زياده الايه؟ الجلوكوكورتيكويدز وستيرويد ثيرابي، لان هنا بستعمل جلوكوكورتيكويدز في العلاج، والجلوكوكورتيكويدز لهم نفس التاثير، ودول الاثنين مع بعض بنسميهم ستيرويد دايابيتس. ممكن كمان اكروميجالي نتيجه زياده الجروث هرمون، ودي بنسميها بيتيوتري دايابيتس، لان الاكروميجالي جلوكوز هرمون بيطلع من الانتيريور بيتيوتري جلاند زي ما احنا عارفين. الفيوكروموسايتوما بتطلع ابينفرين ونور ابينفرين نتيجه ادرينال ميدالري تيومر اللي هو الفيوكروموسايتوما، اتيزن ادرينال ميدالري تيومر، وده بيطلع ابينفرين كتير، وستريس كمان بيعمل لي ابينفرين كتير. وبالتالي ممكن يعمل لي دايابيتس على طول المدى. يعني الحاجات دي عشان يعملوا دايابيتس لازم ياخدوا وقت طويل. اوكي؟ دول السكندري دايابيتس. البرايمري بقى زي ما بقول يا اما انسولين ديفيشنسي او ريزيستنس. انسولين ديفيشنسي يعني ايه؟ يعني نقص في افراز الانسولين. نتيجه ايه؟ ان ما عنديش بي سيلز كفايه. ما عنديش بي سيلز كفايه. اوكي؟ او ما عنديش بي سيلز خالص. وبالتالي هيقل افراز الانسولين، او هيبقى ما فيش افراز للانسولين. او انسولين ريزيستنس. يا ترى مين مور سيريس؟ ان ما فيش انسولين ولا في انسولين ريزيستنس؟ على طول في مخكم الانسولين ريزيستنس. غلط.
ليه بقى؟ لان انتوا مفهومكم عن الانسولين ريزيستنس مقلوب، ها، غير صحيح. ايه هو الانسولين ريزيستنس؟ فبالكوا على طول الانسولين ريزيستنس معناها ان الراجل ده لا او الستي دي لا تستجيب للانسولين. غلط، مش ده المقصود بالانسولين ريزيستنس. انسولين ريزيستنس المقصود بيها ان استجابه الشخص للانسولين اقل من الطبيعي. مفهوم؟ خدوا بالكوا بقى كويس. تاني الانسولين ريزيستنس معناها ايه؟ معناها استجابه الشخص للانسولين اقل من الطبيعي، وليس معناها انه لا يستجيب للانسولين. لان لو كان معناها فعلا لا يستجيب للانسولين تبقى مور سيريس عن نقص الانسولين. في الحاله دي بقى الانسولين ناقص، ما يديله انسولين مفيش مشكله، انما ده لا يستجيب للانسولين، ده ملوش علاج. خلاص الكلام ده غير صحيح. واضح الكلام؟ حبيت اتاكد على النقطه دي بس الاول قبل ما نستمر. ها؟ ايوه طبعا طبعا، غير انه لا يستجيب، لا يستجيب ده خلاص يبقى فيش فايده فيه، مش كده؟ انما استجابته اقل، طب ما نديله انسولين شويه خلاص هيستجيب. مفهوم؟ حبيت اتاكد على دي بس قبل ما نخش في التفصيلات. ان الانسولين ديفيشنسي معناها في نقص في الانسولين، الانسولين ريزيستنس معناها في نقص في الاستجابه للانسولين اقل من الطبيعي. اوكي؟ طيب بصفه عامه الدايابيتس بتصيب من 3 الى 10% ان ديفرنت بوبيوليشن. يعني في ناس عندهم الدايابيتس منتشر اكتر، وده يشمل المصريين. يعني احنا عندنا ما مدى انتشار الدايابيتس حوالي 10%. 10% من البوبيوليشن بتاعنا عندهم دايابيتس. انما في بوبيوليشنز اخرى، في ناس تانيين نسبة الدايابيتس عندهم 3% بس، وفي ان بتوين بقى. اوكي؟ طيب بصرف النظر هل هو انسولين ديفيشنسي او ريزيستنس، دايما بيبقى في نقص في الريشيو بتوين انسولين اند جلوكاجون. واحنا بنقسم الدايابيتس الى 3 انواع رئيسيه، تايب 1 وتايب 2، ودول النوعين الرئيسيين في الواقع. تايب 3 ده نوع ثالث، هو في الواقع نوع من تايب 2. تايب 1 وبنكتبها كده عربيك نيومرال 1. زمان بنكتبها 1 رومان، لا دلوقتي بنكتبها 1 عربيك نيومرال، الارقام العربيه، ده ال 1 بالطريقه العربيه، دي نمبر 1 بالطريقه الرومانيه تايب 1. اوكي؟ زمان كنا بنسميها تايب 1 بالروماني، دلوقتي بالعربي. اوكي؟ كمان زمان كنا بنسميها انسولين ديبندنت دايابيتس ميليتس، اي دي دي ام، انسولين ديبندنت دايابيتس ميليتس. لا زي ما هنشوف دلوقتي هذا النوع لازم ياخد انسولين للعلاج، ما ينفعوش اي حاجه ثانيه. تايب 1 ده لازم ياخد انسولين، عشان كده زمان كنا بنسميه انسولين ديبندنت دايابيتس ميليتس، لان ده ما عندوش انسولين خالص، فلازم ياخد انسولين كعادي. تايب 2 بقى برضو عربيك نيومرال، زمان كنا بنكتبه رومان، هو هو اللي زمان كنا برضو بنسميه نون انسولين ديبندنت دايابيتس ميليتس، ان اي دي دي ام. اوكي؟ المفروض الاسماء دي بقى تختفي الحقيقه، انما ما زالت مستعمله، فعشان كده لازم نقولها. نون انسولين ديبندنت ليه؟ لان ده ممكن قوي يستجيب للاورال هايبوجلاسيميك دراج، زي ايه؟ احنا لسه قايلين من شويه، زي السلفونيليوريا. قلنا السلفونيليوريا دول بيعملوا ايه؟ بيعملوا زي الجلوكوز، بيقفلوا البوتاسيوم شانلز، وبالتالي بيعملوا هايبر بولاريزيشن وياثروا على الفولتج جيت كالسيوم شانل. اوكي؟ طيب في نوع ثالث بقى، هو في الواقع نوع من تايب 2 اللي هو جيستيشنال دايابيتس. كلمه جيستيشنال يعني ايه يا اولاد؟ يعني ريليتد تو بريجنسي. جيستيشن تساوي بريجنسي. فما اقول جيستيشنال دايابيتس يعني ذا دايابيتس ذات ديفلوبس ديورينج بريجنسي. اما يحصل دايابيتس اثناء الحمل بنسميها جيستيشنال دايابيتس. ليه سميناها كده؟ لانها ظهرت اثناء الحمل. طب واشمعنى ظهرت اثناء الحمل؟ لان الحمل نوع من الستريس،
والستريس بيزود احتمالات الدايابيتس، بس فيري سمبل. اوكي، يعني الحمل يزود ريكويرمنت فور انسولين، وبالتالي لو الواحد عنده نقص جزئي في الانسولين زي في تايب 2 دايابيتس هيظهر عنده هذا الدايابيتس. طب يا ترى الجيستيشنال دايابيتس ده بعد ما الست تولد يظل عندها دايابيتس؟ احيانا او احيانا لا، حسب الحال، ممكن قوي يخف خلاص وترجع طبيعي، بس هو it is an alerting sign، لازم ينبهني ان الست دي لازم تنتبه ان دي معرضه يجي لها دايابيتس لو ما انتبهتش. لو سابت نفسها تاكل زي ما هي عايزه، وطبعا في ستات كتير بيعملوا كده بالاخص مع الرضاعه، لان طبعا الاكل الكتير بيزود الرضاعه، فبتاخدها حجه وتاكل كتير علشان ترضع. حاجه كويس عشان مصلحه البيبي بقى، امال ايه؟ انما لا، لازم تكون منتبهه كويس. اوكي، طيب في حاجه اسمها برونز دايابيتس. دي بتحصل نتيجه ايه؟ الناس اللي عندهم حديد كتير اكسسيف ايرون، اللي عندهم هيموكروماتوسيس، اكسسيف ديبوزيشن اوف ايرون على البي سيلز بيموت البي سيلز ويعمل لي برونز دايابيتس. وليه بيسموها برونز دايابيتس؟ لان الايرون بيبقى ديبوزيت كمان اندر ذا سكين، وبيديني برونز كالوريشن اوف ذا سكين، فبيبقى في برونز كالوريشن اوف ذا سكين وفي نفس الوقت في دايابيتس. اوكي، طيب انا بيتهيألي كفايه كده علينا النهارده، نكمل المره الجايه ان شاء الله.